بعد إتمام جميع أشغال الربط والتوصيل لشبكة الغاز الطبيعي على مستوى قرية بولزازن بملبو، حلم الاستفادة من هذه المادة الحيوية أصبح حقيقة. أنا ما زيت تقرأ هذه الجهاز لوشو هذه التاويل يطحنت مع هذه الشمس قيسة الحمد لله. تنى غيش بوتين الجهاز نتنى غسان الخير ربي غسان أنا كل شيء لحيت تقرأ هذه الجهاز وصطف نصرى يومين تلتين تفوكي الحمد لله ثورا عن سمم الله يعني الجهاز دو فيل مدي 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 الحقيقة. العملية نفسها شملت تزويد ساكنة 500 عائلة بقرية الوسطى بسوق الاثنين، ودعوا أزمة برد الشتاء ومعاناتهم مع قارورة غاز البوتان. دروك الأزمة تاع الغاز خلاصت، دروك الحمد لله، سيت اون لوكاليتي ان بو مونتانيا كيما شفتوا. تور الحمد لله يا رب ساني لا غاز فيل، وتدي الوسطى ميمي سيزرينات مفرجون إيسي حمود يتوشريت ترسعني الكل. إيصال الغاز على مستوى بلدية سوق الاثنين وبلدية ملبو لفائدة أكثر من 700 عائلة، وهذا يدخل في إطار البرنامج يعني المسطر لفائدة ولاية بجاية فيما يتعلق يعني إيصال الغاز إلى كل القرى المداشر على مستوى كل الولاية، وذلك في البرنامج السيد رئيس الجمهورية، وهذا في إطار يعني التكفل بكل احتياجات تاع المواطنين، وهو الذي الأساس يعني كل البرنامج تاع الحكومة. بهذا تكون ولاية بجاية قد بلغت نسبة 70% من التغطية بشبكة الغاز الطبيعي، على أن يشمل البرنامج المسطر مناطق أخرى قبل نهاية السنة.